كما قال سي صديقي ما نبيعوش الوهم، كنبيعوا الواقع. حنا لا سيونس مالاديه اوبليغاتوار دخلت في 2022 في ديسمبر لجميع المغاربه. الدعم الاجتماعي المباشر على الاقل 500 ديال الدرهم باش وليداتنا يقراو ويمشيو للمدرسه، وباش تكون عند شويه الامكانيات لهذوك اللي ما عندهمش الوليدات باش حتى هما يقدروا يعيشوا على الاقل واحد لو مينيموم. الشهر اللي فات في ديسمبر قلنا غادي نديوها في ديسمبر، درناها في ديسمبر. 500 درهم مشات للناس، المليون ديال العائلات. وهذا الشهر غادي يكونوا واش مليون ولا مليون ونص ولا جوج، غادي نعرفوا من الى الاخر الشهر. وحنا غاديين ان شاء الله باش نوصلوا لذاك العدد اللي حنا عارفينه اللي غادي يمكن يتصلوا ليه الناس بهذا الدعم. وهذا الدعم راكم كتعرفوا ما كي ماشي 500 درهم، عنده واحد الشق نسبه لكل طفل اللي عنده ثلاثه ديال الدراري، اللي عنده يعني شي واحد اللي هو يعني اونديكابي، اللي عنده المغلي الارمله، كل واحد يعني والمكسب ديالو، بحيث انه يمكن يمشي من 500 حتى 1000 درهم على حسب الامكانيات، ومن هنا ل 2026 ان شاء الله. اذا الحكومه قامت بالتنزيل ديال لايمو، الناس راه عندهم يعني نون سولمون ماشي فقط هو كنعطيو الامكانيات ديال لاسيونس، كنعطيو الامكانيه ديال لاسيونس، وكنصلحوا القطاع ديال الصحه، وكنعملوا المستشفيات، وكنعملوا السبيطارات، وكنعملوا هذوك لي ديسبونسير اللي كاينين في لي ريجيون، دوك الاشتغال جدي تام كنشتغلوا عليه. كذلك انه من غير القطاع ديال الصحه كاين كذلك الاستثمار، لان لومبلوا هذا هو التشالنج ديالنا يعني في هذه السنتين اللي جاي، انه كيفاش نحركوا يعني الحركه الاقتصاديه باش يكون اكثر استثمار واكثر يعني كرياسيون ديال لومبلوا بالنسبه للزونتربريز. وهذا نجحنا بعد اولا انه في ظهر في اقل من سنه عملنا لاشارت دانفستيسمون اللي هي اذا شي واحد مشى يستثمر في طاطا يمكن ياخذ حتى 30% من الاستثمار ديالو، الدوله كتدعمه. هذا راه شيء جد جميل وجد ايجابي، وحنا غاديين مع هذا الشيء وغادي نحركوا العجله ان شاء الله ديال الاقتصاد يعني في هذه السنوات المقبله. اذا ما نطولش عليكم، الى انا كيظهر لي باللي سمعت اليوم واللي شفت وتبعتكم فاش كنتوا في جميع المناطق ديال في الجهه في الاجتماعات كلهم، كنت كنتبع تقريبا لو كونت روندي ديال كل اسبوع اللي كانوا فيه الاجتماع، كيبان لي بكل صراحه ان الحمد لله المنتخبين ديالنا تمكنوا من البرنامج الحكومي وقبطوه بين يديهم وفهموه وعارفينه. دابا باقي حاجه هو خصكم توصلوا للمواطن، وحنا كنعول عليكم شخصيا والحزب كيعول عليكم، الحكومه كتعول عليكم، انه هادشي كله دار ماشي باش يبقى عندكم، هادشي دار بانكم خصكم توصلوه للمواطنين باش يفهم العمل والجدية والمعقول ديال الحكومة. إذا اللهم غيثنا، اللهم احفظ سيدنا، وشكرا على هذا الاجتماع سي كريم والإخوان كاع اللي وقفوا عليه، اللي هو اجتماع ناجح، حضور قوي ديال لي زيلو ديالنا. كنحييكم، والناس ديال طاطا غادي نجي عندكم إن شاء الله عما قريب. Thank you.